ينضم إلينا معاذ المرابط منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ الصحية العامة بوزارة الصحة. مساء الخير سيدي. مساء الخير أخت الكريمة، مساء الخير مشاهدي الكرام. سيد المرابط، في الوقت الذي نواصل فيه تسجيل العشرات من حالات الإصابة المؤكدة يوميا، يعني بين 100 و200 إصابة، أطلقت الوزارة وحتى رئاسة الحكومة اليوم تطمينات مفادها أن الوضع متحكم فيه وتحت السيطرة حتى الآن، كيف نفهم ذلك؟ على كل حال، الوضع الوبائي في بلادنا هو وضع صعب، لكن ليس خارجا عن السيطرة، وإنما متحكم فيه، لأن متى نتحدث عن وضع وبائي غير متحكم فيه؟ هو أولا حينما ينتشر المرض بشكل متسارع، يعني يوما بعد يوم نسجل حالات في تكاثر مستمر وبسرعة أكبر. المسألة الثانية هي أن نسبة الحالات التي تصل إلى المستشفيات نسبة كبيرة جدا. المسألة الثالثة هي أن المنظومة الوطنية للترصد والاستجابة أصبحت تجد إشكاليات كبرى، لا في تعداد عدد الحالات ولا في يعني لونكيت أو البحث الوبائي حول هذه الحالات. والمسألة الأخرى وهو أنه المنظومة الصحية لم تعد قادرة على استشفاء وعلاج هذه الحالات. هذه الأمور ليست موجودة عندنا الآن في المغرب، إنما هناك ارتفاع متحكم فيه لعدد الحالات، يجب التعامل معه بالاستراتيجية التي يتم التعامل بها مع هذا الوضع حاليا. طيب، في الأيام الأخيرة يعني تم الحديث، يعني بعدما ظهرت البؤرة العائلية ظهرت البؤرة المهنية، وسجلت كذلك بؤرة، يعني بالأمس فقط بؤرة في سجن ورزازات. هناك من يتخوف من خطورة هذا النوع من البؤر ويعتبر بأنها قد تهدد كل الجهود المبذولة حتى الآن. عن ظهور بؤر في أوساط مهنية هذا أمر سيء للغاية، لأنه كنا متعودين على بؤر عائلية صغيرة معدل 6 أفراد، يعني في أقصى عدد حينما تكون هناك عائلات كبرى تصل إلى 20 حالة كما حدث في إحدى المدن المغربية. الآن أصبحنا نشاهد بؤر في مصانع تهريف كثافة عددية من حيث الطبقة الشغيلة، وبالتالي هذا العدد يتجاوز معدله 50 ويصل وقد وصل في بعض الأحيان إلى 200 حالة. لكن أكيد بأنه حينما تكون هناك مجتمعات مغلقة فالأمر أقل خطورة من حدوث البؤر الوبائية في مناطق ومصانع أو سيد المرابط. يعني هذا البؤر المهنية طبعا هناك مشكل كما طرحتموه في تعداد الشغيلة، ولكن كل شخص يشتغل داخل هذه المعامل والمصانع هو مرتبط بأسرة، هو لديه عدد من المخالطين في محيطه الأسري وحتى خارج المحيط الأسري، يعني عندما يخرج للتسوق، عندما يخرج كذلك لقضاء الأشياء المفترض أنها ضرورية، وبالتالي قد يعقد مسألة حصر المخالطين. هذا ما كنت أود أن أكمله في السؤال اللي قبل هذا، وهو أنه حينما يكون هناك مجتمع مغلق بالسجن هذا أقل خطورة، لكن إشكالية وهو لما كيكون في مركب تجاري أو لما كيكون في مصنع أو لما كيكون في كما قلت كما وصفتي بالتحديد. فإذا فرق الاستجابة السريعة لوزارة الصحة مدعومة بالسلطات المحلية تقوم الآن بمجهودات جبارة لحصر جميع المخالطين. أكيد بأنه لن نتمكن من حصر 100% من المخالطين كما يحدث في مركب تجاري، لأن هذا أمر مستحيل. وطبعا يتم كما يحدث الآن في هذه الأحياء في هذه الأثناء في مجموعة من المناطق في المغرب إجراء التحاليل اللازمة. وطبعا دائما أي مواطن اللي كان عنده
هاد المخالطه ديال مركب تجاري ظهرت فيه حالات، يجب عليه ان يتصل بالارقام الموضوعه والسلطات الصحيه ستقوم باللازم. طيب بما انه في المغرب يعني ازيد من 50% من اجمالي الاصابات سجلت في جهتين، في جهه الدار البيضاء سطات وفي جهه مراكش اسفي، كيف تتعاملون؟ كيف يقرا او تقرا هذه النسبه وكيف تتعاملون معها؟ جهه اريد ان اقول بان جهه مراكش اسفي في اليومين الاخيرين هدات الامور بشكل جيد في هذه اليومين الاخيرين، لكن دائما الوضع الوبائي يختلف وتكون هناك مفاجآت. الان بالنسبه لجهه اتضح جليا بان هناك ترتيب معين للجهات، هناك جهات الان التي نعتبرها خاليه من المرض مثل اللي هي جهات الصحراء المغربيه يعني العيون قلميم الدخله والذهب اللي هي الان خاليه من المرض، ليس فيها حالات، جميع الحالات استشفيت ولله الحمد. هناك جهات الحالة الوبائية فيها مستقرة وتتحسن بشكل جيد ورويدا رويدا مثل جهة سوس مسا، جهة بني ملال، جهة الشرقية وجهة الرباط سلا القنيطرة، وكانت بينهم كذلك جهة درعا تفيلات إذا استثنينا يعني البؤرة السجنية بالأمس البؤرة السجنية، ولكن كنقول دائما بأنه على كل حال ما تكون مجتمع مغلق هو حتى هو عنده الخطورة ديالو لكن على الصحة العمومية، لكن كيكون أقل خطرا من أقل خطرا من ما كيكون مركب تجاري ولا مصنع ولا إلى غير ذلك. وهناك مناطق ما زالت يعني الوباء فيها نشيط مثل الدار البيضاء مثل فاس وحتى داخل الجهات وطنجة تطوان الحسيمة، حتى داخل الجهات نجد بأن الوباء ماشي كيف كيف في جميع المدن، كتلقى مدن أكثر مثلا في جهة فاس، يمكن مدينة فاس هي اللي فيها الوباء يعني نشط أكثر من المدن الأخرى وكانت سباقة لها مكناس، لكن الحمد لله الأمور تحسنت بشكل واضح في مدينة مكناس. إذا الوباء غير متجانس، تقسيمه في المغرب غير متجانس لا بين الجهات ولا حتى داخل الجهات الجهة بعينها. طيب أتحول معكم إلى بعض المؤشرات الإيجابية المطمئنة، أولها طبعا مؤشر تراجع نسبة الفتك أو معدل الوفيات. أنا أتذكر بأنه في بداية التكفل بمرضى الكورونا وصلنا إلى 7% ويعني كانت هناك مخاوف كبيرة من نسبة الفتك. اليوم الدكتور محمد اليوبي يعلن على أن معدل أو نسبة الفتك استقرت في 4.5%. طبعا هذا راجع الى مسالتين اساسيتين، وهو المساله الاولى هي انه المعدل السني اصبح ينخفض رويدا رويدا، لانه في الاول نتذكر بانه معدل السن المصابين كان اكثر من 50 سنه، الان المعدل اصبح اقل من ذلك 40 سنه هذا هو المعدل، وبالتالي المرض أصبحنا نلاحظه عند شباب في صحة جيدة. هذا يعني أننا أبعدنا كبار السن عن المرض بفضل إجراءات حالة الطوارئ الصحية، هكذا يفهم هذا؟ هكذا يفهم هذا الأمر، يعني بفضل هذا الحجر كبار السن الآن اللي هما باقون في منازلهم، إذا أبعدنا عنهم الخطر، وبالتالي نسبة الإصابة عندهم أصبحت تنخفض بشكل ملموس. ثاني حاجة هو أنه أصبحنا نكتشف حالات كثيرة لأشخاص لا تظهر عليهم علامات سريرية، وبالتالي في مرحلة مبكرة ويعطى لهم العلاج اللازم ليساهم طبعا بشكل أو بآخر في خفض خطورة المرض. وكذلك ظهور هذه البؤر الوبائية في هذه الأوساط المهنية والبحث اللي هو سيستيماتيك على هاد لي كونتاكت هاد المخالطين بحيث انه كنوصلوا الى 300 400 500 تحديدا في هذه الأوساط هذه، كنكتشفوا اكيد حالات اللي كتكون حامله للفيروس دون ان تظهر عليها علامات،
وبالتالي لما كنديروا المعدل ديال نسبه الفتك كينخفض بشكل كبير، وهذا يؤكد حتى عدد الحالات التي تدخل الى قسم الانعاش والعنايه المركزه اللي هي منخفضه، وهذا يؤكده لنا اساتذتنا في المراكز الاستشفائيه الجامعيه والاخوه الاطباء كذلك. طيب. في مختلف المستشفيات. سيد معاذ المرابط، سؤالي الاخير يهم ايضا مؤشرا ايجابيا مطمئنا، يتعلق الامر بمؤشر او معدل التعافي 12.2%، هل هو نتيجه حتميه لبروتوكول العلاج يعني الكلوروكين، أو تفسيره هو ارتفاع عدد التحاليل التي تقومون بها وبالتالي التكفل المبكر بالمصابين؟ على كل حال ارتفاع نسبة المتعافين لا يمكن في الوقت الراهن أن نربطه بالكلوروكين. نحن لا كمديرية لعلم الأوبئة لا يمكن أن نضع هذا الرابط إلا إذا توفرنا على دراسة يعني واضحة، والتي نجريها الآن نجريها لنثبت ذلك، لكن هذه ملاحظة وفرضية قائمة بذاتها، خاصة أن هذه الفرضية تدعمها المعطيات العلمية العالمية التي أثبتت بأن الكلوروكين هذا الدواء له فعالية معينة في مساعدة المرضى وعلاجه. والفرضية الثانية هي التي تكرمت بها واللي تعني بأننا أصبحنا نكتشف المرض في مراحل جد يعني قبلية، وبالتالي العناية تكون قبلية ويخضعون للعلاجات القبلية، وبالتالي لا ننتظر يعني حتى المرحلة أن المريض واضح يعني يصبح في حالة حرجة. شكرا لك الدكتور معاذ المرابط، أنتم منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ الصحية العامة بوزارة الصحة، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات.